أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على نظيره الروسي فلاديمير بوتين العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا. وفي تصريحات له أعلن ماكرون أن فرنسا ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع مضادة للطيران، كما أعلن أن باريس تعمل بالتعاون مع الدنمارك لتأمين شحنات إضافية من مدافع هاوتزر إلى أوكرانيا، مشددا على أهمية تعزيز الوجود العسكري في أوروبا الشرقية بعد كثافة الضربات الروسية على الأراضي الأوكرانية.